تنفذ الضرائب وتقطع الكفوف. ها نحن قد أتينا فلتشهر السيوف. والله لن نبالي ما تصنع الحتوف. حول الضريح سبعا قلوبنا تطوف. يا منايا هوني حسين حسين زحفنا مليوني حسين حسين. يا منايا هوني حسين حسين زحفنا مليوني حسين حسين. وكل صحفي وجه الطغاة حسيني أنا حتى الممات. وكل صحفي وجه الطغاة حسيني أنا حتى الممات. أنت الزائر الكريم، لا يكن في بالك في فكرك إلا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، إلا رضا الإمام الحسين، إلا إطاعة الإمام الحسين، إلا جلب رضاه الحسين عليه الصلاة والسلام فقط ولا غير. أنت متوجه إلى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. وهكذا بالفعل تخرج من دارك، ما الذي تنتظره؟ ما الذي تشتاق إليه؟ ما الذي بكل وجودك تتطلع إليه؟ عينك شاخصة، متى ترى عينك تلك القبة الطاهرة النورانية؟ أليس كذلك؟ في كل الطريق لعل البعض مئات الكيلومترات يمشون، بالفعل البعض هكذا مئات الكيلومترات يمشون من داخل العراق، من خارج العراق، من بلاد مجاورة للعراق، من بلاد غير مجاورة للعراق، مشيا على الأقدام أشهر بعضهم يمشي. ماذا يتوقع؟ ماذا ينتظر؟ متى ترى عيناه تلك القبة النورانية؟ متى تصل أقدامه إلى ذلك الحرم الشريف؟ فلتوخذ الضرائب وتقطع الكفوف. ها نحن قد أتينا فلتشهر السيوف. والله لن نبالي ما تصنع الحتوف. حول الضريح سبعا قلوبنا تطوف. يا منايا هوني حسين حسين زحفنا مليوني حسين حسين. يا منايا هوني حسين حسين زحفنا مليوني حسين حسين. وكل صحفي وجه الطغاة حسيني أنا حتى الممات. وكل صحفي وجه الطغاة حسيني أنا حتى الممات.